السلام عليكم، معكم أخصائية التغذية إيمان كسبي. بهذا الفيديو راح نحضر الكبة الشامية ونحسب السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتين والدهون للحبة الواحدة نية قبل عملية القلي. في البداية راح نحضر العجينة. عجينة الكبة هي عبارة عن كيلو برغل ناعم نقعته بالمي، وبس تشرب المي منيح صفيت أي مي متبقية. بعدين ضفت معه 500 جرام لحمة عجل هبرة بدون دهون، ومع بصلة متوسطة قشرتها وحطيتها يعني أرباع، ومع معلقة ونص كبار ملح ومعلقة صغيرة فلفل أسود، وديتهم على اللحام وخليته يفرم لي إياهم على الفرامة 3 مرات وصارت العجينة جاهزة. بالنسبة لتحضير حشوة الكبة عندي 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، و6 حبات بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم أو بالمقدار الخشن اللي أنت بتطلوه. رح نقليهم مع بعض بدون إضافة أي ملح أو بهارات لحد ما يتدبلوا على الأخير. زي ما انتم شايفين هيك صار عندنا البصل جاهز، نحطه على جنب ونبدأ باللحمة. عندي كيلو لحمة مفرومة ناعم، جبت نصها عجل ونصها خروف حتى يكون عندي شوية دهن، وحطيت بالمقلاية ملعقة كبيرة من السمنة الحيوانية، هاي النوع السمنة اللي استخدمتها، دوبت السمنة وحطيت اللحمة لحد ما استوت. وهيك صارت اللحمة كمان جاهزة، مع ملاحظة انه ما حطينا عليها اي ملح او فلفل او بهارات. هلا بدنا نجمع كل مكونات الحشوة مع بعض. زي ما احنا شايفين في البداية عنا اللحمة اللي جهزناها، والبصل، عندي هون 2 كوب جوز قطعته بالسكينة تقريبا 200 جرام، يعني قطعته خشن، وعندي 3/4 الكوب من الصنوبر. طبعا انا حمصته تحميص جاف بالمقلاية بالمقابل بدون اي سمنة او زيت. كمان نضيفهم، عندي ملح فقط في هاي المرحلة، انا حطيت ملح، حطيت 2 ملعقة صغيرة، الملاعق المعيارية، السماق البلدي حطيت 3 ملاعق صغيرة، وآخر إشي البهارات المشكلة حطيت 1 ملعقة صغيرة. نخلطهم جيدا، هيك بتصير الحشوة جاهزة. طبعا في ملاحظة إنه أنا استخدمت 2/3 كمية الحشوة فعليا لكمية العجينة اللي جهزناها، وتبقى عندي 1/3 ما استخدمته. هلا بدنا نحضر الخلطة اللي بدنا نجهز فيها الكبة، يعني خلطة التمليس عبارة عن نشا مع مي، وبرضو خلطة النشا أنا استخدمت نصها تقريبا مش كاملة. بالنسبة لطريقة تشكيل الكبة، بناخد شوي من العجين بنعملها على شكل كرة، وباستخدام خلطة المي والنشا نفتح فتحة جوا حبة الكبة، ومنملس الجدران ونخليها رقيقة، ومنحشيها من الحشوة ومنسكر عليها. وكمان التسكير مستخدم في خلطة المي والنشا حتى نجمع كل المكونات ونملس جميع الأطراف. وبالنهاية شكلت الجوانب على شكل حبة الكبة المعتادة. هون كان ناخد كمان حبة تانية بنفس الطريقة، منرقق الجدران الكبة حتى نوسع كمية حشوة كافية، ومنسكر عليها. بس خلصت الحبات حطيتهم بصينية واسعة وحطيتهم بالفريزر، ولما جمدوا الحبات منيح نقلتهم على أكياس التفريز وطلعوا معي 88 حبة. الآن خلينا نحسب القيمة الغذائية في هذه الوصفة ككل بشكل عام وكالحبة الواحدة. حسب ما استخدمنا من مكونات، عنا برغل جاف كيلو عبارة عن 5 كوب، وأنا استخدمت منهم 5 كوب كاملين، عبارة عن 32.5 حصة نشويات، هدول فيهم 487.5 جرام كربوهيدرات،
97.5 جرام بروتين، 32.5 جرام دهون، و 2632.5 كالوري أو سعرة حرارية. بالنسبة للبصلة، حبة البصلة بالعجينة حبة متوسطة عبارة عن كوب، هي الفعلية الكمية الفعلية اللي استخدمتها هي الكوب نفسها، هي عبارة عن 2.25 حصة خضار وفيها 11.25 جرام كربوهيدرات، 4.5 جرام بروتين، وما فيها دهون وفيها 63 كالوري. بالنسبة للحمة العجل المفرومة للعجينة اللي كانت 500 جرام، استخدمتها كاملة عبارة عن 11 حصة لحوم قليلة الدهون، فيها 77 جرام بروتين، 33 جرام دهون، و605 كالوري. بالنسبة للحمة العجل المفرومة اللي حطيتها بالحشوة اللي هي 500 جرام، أنا استخدمت كيلو ونص عجل ونص خروف. هذول النص كيلو أنا فعليا زي ما قلنا استخدمت ثلثين كمية الحشوة لكمية العجينة اللي عندي، فأنا فعليا استخدمت 333.3 جرام من اللحمة. هاي عبارة عن 7.4 حصة من اللحوم قليلة الدهون، فيها 51.8 جرام بروتين، 22.5 جرام دهون، و407 كالوري. لحمة الخروف نفس الشيء 500 جرام حطينا، واستخدمنا فعليا ثلثينهم اللي هم 333.3 جرام، عبارة عن 7.4 حصة لحوم متوسطة الدهون. هدول فيهم 51.8 جرام بروتين، 37 جرام دهون، و540.2 كالوري. بالنسبة للبصل استخدمنا 6 حبات وسط عبارة عن 6 كوب، استخدمنا فعليا 4 كوب اللي هم ثلثين الكمية. هدول عبارة عن 9 حصص من الخضروات، فيهم 45 جرام كربوهيدرات، 18 جرام بروتين، و252 كالوري. زيت الزيتون استخدمنا 3 ملاعق كبيرة وتساوي 9 ملاعق صغيرة، فعليا استخدمنا منهم 6 ملاعق صغيرة. هدول عبارة عن 6 حصص دهون، فيهم 30 جرام من الدهون و270 كالوري. السمنة استخدمنا ملعقة كبيرة تساوي 3 ملعقة صغيرة، واستخدمنا فعليا ثلثينهم اللي هم 2 ملعقة صغيرة. هدول عبارة عن حصتين دهون، فيهم 10 جرام دهون و90 كالوري. الجوز استخدمنا 2 كوب عبارة عن 200 جرام، استخدمنا فعليا ثلثينهم اللي هم 133.2 جرام. هدول عبارة عن 16.5 حصة دهون، فيهم 82.5 جرام دهون و742.5 كالوري. الصنوبر استخدمنا بالوصفة 3/4 كوب أو 90 جرام، واستخدمنا فعليا منهم 60 جرام ثلثينهم، عبارة عن 8.5 حصص من الدهون، فيهم 42.5 جرام دهون و382.5 جرام كالوري. النشا اللي استخدمناه في التمليس، احنا استخدمنا 2 ملعقة كبيرة، لكن زي ما انا قلت لكم اخذنا تقريبا نص الكمية انا استخدمتها في عملية التمليس حبات الكبة. فهاي الملعقة الكبيرة عبارة عن 0.4 حصة نشويات، فيها 6 جرام كربوهيدرات، 1.2 جرام بروتين، و0.4 جرام دهون، و32.4 كالوري. المجموع نيجي للوصفة كاملة 88 حبة، كان فيهم كلياتهم 549.75 جرام كربوهيدرات، 301.8 جرام بروتين، 290.4 جرام دهون، و6017.1 كالوري. لو بدنا نحسب للحبة الواحدة اللي هي النية طبعا بدون قلي زي ما حكينا، نقسم هاي الأرقام على 88، بطلع معنا للحبة الواحدة 6.6.25 جرام كربوهيدرات، 3.4 جرام بروتين، 3.3 جرام دهون، و68.4 كالوري. في ملاحظة انه الملح، الفلفل، البهارات، السماق، هاي الاشياء ما فيها سعرات حرارية ولا كربوهيدرات بروتين ودهون، مشان هيك انا ما حطيتهم بالجدول هون. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وتكون المعلومات مفيدة. نلقاكم بفيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله.